العقوبات المفروضة على روسيا على من ستؤثر أيضا. في جلسة للبرلمان الأوروبي قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل إن العقوبات على روسيا كانت ضرورية، مؤكدا أن أوروبا ستتأثر أيضا بتداعياتها. نتابع مقاله. علينا التحلي بالمسؤولية التي تفرضها هذه اللحظة التاريخية، ورسالتنا واحدة مفادها أنه على روسيا وقف عدوانها. يجب علينا أن نرد على بوتين ولافروف بعقوبات لا مثيل لها. العقوبات على موسكو سيكون لها تأثير علينا أيضا، لكن هذا ثمن مستحق للدفاع عن حريتنا، ونحن نحيي الرئيس زيلينسكي وشعب أوكرانيا على شجاعتهم. سلسلة العقوبات الاقتصادية المتوالية على روسيا يرى خبراء أنها قد تقوض اقتصاد روسيا فعليا على المديين القريب والمتوسط، لكن المؤكد أيضا أنها أن شظاياها ستتجاوز حدود روسيا. التفاصيل. مع اشتداد الصراع الروسي الأوكراني وفرض أمريكا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة عقوبات اقتصادية مشددة تستهدف تقويض الاقتصاد الروسي، يبدو أن السلاح الغربي الاقتصادي لن يصيب موسكو فحسب، بل سيرتد أوروبيا وعالميا. هذا ما يقر به مسؤولو الاتحاد الأوروبي مع الإصرار على أن خطواتهم العقابية ضرورة تفرضها التطورات لردع موسكو. العقوبات على موسكو سيكون لها تأثير علينا أيضا، لكن هذا ثمن مستحق للدفاع عن حريتنا، ونحن نحيي الرئيس زيلينسكي وشعب أوكرانيا على شجاعته. فبداية من إمدادات الغاز الروسي الذي تصل نسبة اعتماد التكتل الأوروبي إلى 40% من إجمالي استهلاكهم، فيما تعد ألمانيا الأكثر اعتمادا على الغاز الروسي بنسبة 65% من احتياجاتها، تليها إيطاليا التي تعتمد على امدادات الغاز من روسيا بنسبة 43%. لذلك تحاشت العقوبات الغربية كل ما يهدد استمرار ضخ الغاز الروسي، خاصة مع ارتفاع أسعاره. والنفط الروسي كذلك الذي يمد أوروبا ب 30% من احتياجاتها، ما يثير المخاوف من الضغوط الاقتصادية على الشعوب الأوروبية مع أعباء التضخم وعدم انتظام سلاسل الإمداد في مرحلة التعافي من جائحة كورونا. إمدادات النفط والغاز ليست كل ما يشغل أوروبا، فقطعات التجارة والصناعة وحتى البنوك والأسواق ستطالها اهتزازات قوية مع تعرض الاستثمارات الأوروبية في روسيا للخطر التي تصل قيمتها إلى 236 مليار يورو. وفي كل الأحوال فأوروبا التي تقر أنها تعاقب نفسها بشل قدرات روسيا الاقتصادية تترقب خسائر صناعية فادحة تهدد تنافسيتها في الأسواق العالمية. من بروكسل ينضم إلينا الخبير في الشؤون الأوروبية الأستاذ محمد رجائي. بركات سيد رجائي، وسائل إعلام سويسرية تحدثت أن الشركة السويسرية المالكة لنورد ستريم للخط أعلنت إفلاسها وأنهت الآن جميع خدمات أو خدمات جميع موظفيها، بالتالي ماذا عن ارتداد هذه العقوبات التي فرضت على روسيا، ماذا عن ارتدادها المحتمل على أوروبا؟ بالفعل كما ذكرتم في التقرير دول الاتحاد الأوروبي ستتضرر كثيرا من العقوبات. الآن فيما لو تم تبني عقوبات وقامت روسيا بسبب اشتداد الأزمة واستمرار الحرب، فيما لو قامت بقطع الغاز امدادات الغاز والنفط عن دول الاتحاد الأوروبي ستواجه دول الاتحاد الأوروبي مشكلة عويصة. دول الاتحاد الأوروبي تستورد 175 مليار متر مكعب من الغاز سنويا من روسيا، ولا يوجد بديل يستطيع امداد دول الاتحاد الأوروبي بهذه الكميات. وأيضا الآن وجدنا أنه إحدى الشركات المعنية بنقل الغاز أعلنت إفلاسها. هل ستتوقف عن إمداد دول أوروبا بالغاز؟ فهذا سؤال أيضا مطروح. استبدال الغاز الروسي بمصادر أخرى من الطاقة كالفحم الحجري، الفحم الحجري أيضا يأتي من روسيا. الكثير من المواد الأولية المستخدمة في الصناعات المتطورة في أوروبا
المواد الأولية تأتي من روسيا، فبالتالي فعلا الاقتصاد الأوروبي سيتضرر. الآن وما ألاحظه هنا في بروكسل، أسعار الطاقة ارتفعت، الكهرباء ارتفعت بنسبة كبيرة، الغاز طيب هل تعتقد بأن هذا الثمن يجب على أوروبا أن تدفعه وعن طيب خاطر حتى تستقل؟ لأنه رئيسة المفوضية الأوروبية أرسولا فون دير لاين قالت أنه نعم هذه لحظة حاسمة لكننا مستعدون لدفع هذا الثمن. أعتقد دول الاتحاد الأوروبي بكل صراحة تسرعت في اتخاذ هذه المواقف. كان المفروض على دول الاتحاد الأوروبي أن تبتعد قليلا عن الموقف الأمريكي والبريطاني وتحاول إيجاد حل الأزمة مع روسيا تجنبا للمشاكل التي نعيشها الآن. الولايات المتحدة الأمريكية كما أقول دائما بعيدة عن أوروبا، النزاع في أوروبا. الولايات المتحدة الأمريكية تفصلها بحار ومحيطات عن الدول الأوروبية، في حال الآن الحرب مندلعة في أوروبا. الدول الأوروبية التي تشارك ولو بإمدادات عسكرية ومساعدات عسكرية إلى أوكرانيا تشتري أسلحتها من الولايات المتحدة الأمريكية. عندما تقرر ألمانيا تخصيص 100 مليار يورو من أجل شراء أسلحة، طبعا نسبة كبيرة من هذه الأسلحة من الولايات المتحدة الأمريكية، في حال ارتفاع أسعار الطاقة الولايات المتحدة الأمريكية تريد تصدير، ومنذ فترة طويلة حتى الرئيس السابق كان قد حاول يمنع بناء خط نورد ستريم 2. طيب. وذلك لأنه كان يريد بيع الطاقة الغاز من الولايات المتحدة الأمريكية إلى أوروبا، ولكن أسعاره ابقى معي رجاء سيد رجاء وسأعود إليك. على كل قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إنه تحدث إلى نظيره الأمريكي جو بايدن بشأن قيادة بلاده المفروضة على روسيا بشأن والمساعدة الدفاعية لأوكرانيا في معركتها بمواجهة القوات الروسية، وأضاف أنه يجب أن تتوقف روسيا في أسرع وقت ممكن. طيب سيد رجائي، جاستن ترودو على سبيل المثال أعلن حظر استيراد النفط الروسي منذ أمس، ولكن فعليا كندا لا تستورد أي نفط من روسيا منذ عامين، لماذا هذه الخطوة الاستعراضية؟ طبعا بالطبع كافة الدول الآن المشاركة أو التي تدعي الاشتراك المشاركة في الحرب لدعم أوكرانيا لأنها تريد لها الديمقراطية، ليس من المستبعد أن تكون هناك نوع من التصريحات غير صحيحة. وأيضا حتى عندما ننظر بشكل معمق إلى البنوك الروسية التي تم منعها من استخدام نظام سويفت للتحويلات المصرفية العالمية، نجد أن 30% من هذه البنوك التي تتعامل معها دول الاتحاد الأوروبي وتدفع بواسطتها ثمن الغاز والنفط والمواد التي تشتريها من روسيا، أن هذه البنوك غير مدرجة على قائمة البنوك الممنوعة من استخدام سويفت. فبالتالي دول الاتحاد الأوروبي تحاول أن تدافع عن مصالحها لتخفيف حدة الأزمة. نتائج هذه الحرب، عندما نتحدث الآن عن 5 ملايين أوكراني يريدون التوجه إلى دول الاتحاد الأوروبي، عندما جاء 1,200,000 لاجئ سوري عشنا مشاكل، عاش الاتحاد الأوروبي مشاكل عويصة كبيرة، وحصلت حتى مشاكل داخلية بين الدول الأعضاء. طيب. عدم اتفاق على فبالتالي أيضا بالإضافة إلى العقوبات الاقتصادية هناك عقوبة ناجمة عن خروج اللاجئين الأوكرانيين. ولكن هل تعتقد بأن أي دولة حتى وإن كان في مصلحة دولة مثل الصين هذه العقوبات ربما تخفف نوعا ما الضغط عليها، وقد تخفف أيضا الصين من هذه العقوبات على روسيا بالتعاملات معها، ولكن ألا تعتقد أنه أي شركة في العالم ستحترم مجبرة حتى وإن كانت تعارض الموقف الأمريكي والأوروبي ستحترم هذه العقوبات وتلتزم بها، وإلا ستخسر الكثير من العقود؟ بالفعل هي الآن خسرت الكثير من العقود، شركات البترول الفرنسية البريطانية البريتش بتروليوم أيضا أوقفت مشاريع لها واستثمارات في روسيا.
أيضا دولة صغيرة مثل بلجيكا، هناك أكثر من 50 شركة بلجيكية لديها مصالح ومصانع في روسيا، شركات الصناعات الكيماوية إلى آخره، فكل هذه الشركات ستتضرر. القطاع الزراعي، أذكر عام 2014 ميلادية عندما فرضت مقاطعة وحظر على روسيا، عقوبات اقتصادية، روسيا منعت استيراد الخضروات والفواكه من دول الاتحاد الأوروبي. يومها جاء المزارعون إلى بروكسل ومعهم الشاحنات وأفرغوا حمولتها من التفاح والبندورة والخضروات في شوارع بروكسل أمام مبنى المفوضية الأوروبية احتجاجا. فبالتالي الآن الشعب الأوروبي سيدفع ثمن هذه الحرب. شكرا جزيلا لك من بروكسل الخبير في الشؤون الأوروبية الأستاذ محمد رجائي بركات. ومع تطويق روسيا بالعقوبات الغربية منذ احتدام الأوضاع والصراع في أوكرانيا، لا ينكر المسؤولون الأوروبيون تبعاتها على دولهم، إلا أن التداعيات قد تتخطى ذلك مع توقعات الصندوق النقد الدولي بارتدادات ليس فقط على هذه الدول ولكن ارتدادات عالمية. نتابع